كنا معكم العالم الصباحي منذ وزارة الثقافة بطنجة. بداية أود أن أتقدم بالشكر لكم على الاهتمام الذي تولونه لمثل هذه التظاهرات الثقافية التي تشهدها المدينة. أما فيما يتعلق بالمعرض الجهوي للكتاب، هو على كل نشاط يندرج ضمن البرنامج العام السنوي للمندوبية، وهو ايضا معرض جهوي باعتبار انه منفتح على الجهه الشماليه، جهه طنجة تطوان بشكل عام. هذه الدوره الرابعه الان بعد ثلاث دورات سابقه. هذه الدوره تندرج ضمن نفس السياق، بحيث ان الهدف اولا هو الاحتفاء بالكتاب، الاحتفاء بالثقافه، الاحتفاء بالقراءه. التحريض، انا دائما استعمل اقول انه محاوله التحريض، تحريض المجتمع، تحريض الناشئه، تحريض الشباب على التعامل مع الكتاب، على التعامل مع القراءه باعتبارها اساس لكل عمليه تنمويه سواء كانت اجتماعيه، ثقافيه او اقتصاديه. البرنامج يتضمن عنصرين اساسيين، اولا عرض الكتب وبيعها وترويجها، هذا هو المحور الأساسي، لكن فعالية المعرض تتضمن أيضا برنامجا ثقافيا غنيا ومتنوعا، يتضمن مجموعة من اللقاءات الفكرية والأدبية، أمسيات شعرية، توقيعات لإصدارات جديدة، احتفاء ببعض الكتاب سواء من مدينة طنجة أو من الجهة بشكل عام. إذن وهذا ربما الشيء المهم في هذه التظاهرة، كون أنها يعني تنفذ في إطار استراتيجية تعاونية وتنسيقية وتشاركية مع عدد من الفاعلين الثقافيين على مستوى جهة طنجة تطوان وعلى مستوى ولاية طنجة ومدينة طنجة بالخصوص، بحيث أننا نجد أن البرنامج الثقافي الموازي هو من اقتراح فعاليات وجمعيات ثقافية كالراصد الوطني للنشر والقراءة، جمعية طنجة متوسط الأطلسية، هناك جامعة عبد الملك السعدي، المركز الدولي لدراسة الفرجة، مجموعة من الفاعلين. وأستسمح إن نسيت البعض، قلت أن البرنامج هو يعني يكرس بالفعل الفعل التشاركي بين الإدارة وبين الجمعيات والفعاليات الثقافية المحلية. أيضا الطفولة باعتبارها رهان المغرب الآني والمستقبلي، حاضرة أيضا في عدد من الورشات الإبداعية التي سيسهر على تنشيطها يعني مبدعين وأدباء من المدينة، على أساس أنه سيكون هناك احتفاء آخر يعني لتقديم هذا الشباب المتميزين في مجال الإبداع، سواء الإبداع الشعري، الإبداع في مجال القصة، في مجال الرواية، في مجال الكتابة بشكل عام. كذلك المعرض، وهنا لابد أن أذكر كذلك أن حتى المشاركين يعني دور النشر المشاركة والكتبيين والجمعيات المشاركة، فهي هنا لهدف خاص، وهو دعم النشاط الثقافي وتفعيل المشهد الثقافي على مستوى مدينة طنجة، بل المساهمة في تفعيل هذا المشهد باعتبار أن هناك مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تشهدها المدينة، ونحن بدورنا ومع باقي الشركاء الذين يتعاونون معنا أردنا أيضا أن نكون مساهمين في تفعيل هذا المشهد. المعرض في هذه الدورة اتخذ له شعار من أجل مجتمع يقرأ، ولم نستعمل صيغه قارئ لانه ربما قارئ تحيل على 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 حكم قيمي ربما، ولكن نحن نريد من خلال استعمال الفعل ان يكون بالفعل هو فعل تحريضي للناشئه وللمجتمع من اجل الاقبال على الكتاب ومن اجل الاقبال على القراءه. كذلك طموحنا من خلال هذا المعرض هو أن نعمل، وإن شاء الله سوف نعمل منذ الدورة القادمة، على أن يكون هذا المعرض في حلة جديدة وفي مستوى يليق بالأهمية الثقافية والسياسية والاقتصادية والجغرافية التي تحظى بها طنجة الكبرى.